للحديث عن الموضوع معنا من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. دكتور، بداية مرحبا بكم. هذه المقبرة الثالثة التي تكتشف وفي الفلوجة تحديدا، من المسؤول عن هذه الجرائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا بد من التذكير أن هذه المقابر التي تضم رفات مدنيين قد تم اختطافهم من قبل الأجهزة الأمنية والميليشيات المتحالفة معها عندما قاموا بالهجوم على هذه المناطق تحت ذريعة حرب الإرهاب، وقد وثقنا في حينها اختطاف هؤلاء المدنيين وتغييبهم قسريا. منذ ذلك الحين إلى هذه المدة القريبة لم يتم الكشف عنها ولم يتم كشف عن حال هؤلاء الناس، ورغم مطالبة الناس والكثير من المنظمات الحقوقية. هذا أمر. الأمر الآخر، قبل مدة وجيزة أيضا في البيانين 1408 و1409 وثقنا مقابر سابقة كما أشرتم إليه في سؤالكم، وذكرنا في حينها أن هنالك مقابر أخرى. المعلومات التي لدينا تقريبا يوجد 7 مقابر متفرقة، مقابر جماعية لهؤلاء المدنيين الذين اختطفتهم هذه الميليشيات، ولكن هنالك تعاون بين الأجهزة الميليشياوية والأجهزة السياسية المحلية من السياسيين يعني التافي أو الممثلين لهذه المناطق. للأسف هنالك تعتيم وتستر على هذه المقابر وعلى المسؤول عنها. من وجهة نظركم، هل هذا يمثل ربما مصدر ضغط على ميليشيا الحشد، لا سيما أن المقابر وجدت في مناطق كانت بها مقرات لهذه الميليشيا، بما يؤشر إلى وجود مقابر أخرى ربما في تلك المنطقة؟ هل يعني يؤشر أو يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هذه الميليشيا؟ يعني نحن نرى أن هنالك تعاونا بين الأجهزة السياسية والمحلية وممثلين هذه المناطق سياسيا، وبين الأجهزة الحكومية والأجهزة الميليشياوية. ليس هنالك أي نوع من أنواع الضغط عليهم ولا حتى محاسبتهم أو التهديد أو التلويح بمحاسبتهم، لأنهم قد يعني يأمنون هؤلاء بأنهم ويعتقدون أنهم قد أمنوا وأفلتوا من العقاب. لكن لا شك أن الحالة الفوضوية في البلد هي التي ربما جعلت أو مكنت للناس من اكتشاف مثل هذه المقابر، ولكنها بعد اكتشاف هذه المقابر هنالك عادة الأجهزة الأمنية الميليشياوية لمحاولة الضغط أكثر والتعتيم على بقية المقابر. لكن المعلومات لدينا دقيقة عن مماكن هذه المقابر، ولا شك أنه سيأتي الوقت لكشفها ولو بعد حين. إذا لم يكن هناك أي ضغط في الوقت الحالي على هذه الميليشيات، يعني ماذا عن الحكومة؟ يعني ألا تكون هذه المقابر واكتشاف هذه المقابر ربما وخصوصا قرب الفلوجة في حديثها أيضا عن عدم وجود طائفية عن حديث الحكومة، إلى أي مدى يضع الحكومة وخطابها في دائرة الاتهام دكتور؟ بداية الحكومة هي مسؤولة عن الجريمة عند وقوعها، فضلا عن مسؤوليتها على التستر على هذه الجريمة طيلة السنوات الماضية وحتى الآن في كشف المسؤول عن هذه المقابر ومن كان مسؤولا عن هذه المناطق التي كشفت فيها هذه المقابر. الجميع هو مشترك في هذه الجريمة، ونحن نعلم أنه في القانون الدولي في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية لا تقع على المنفذ فقط، وإنما على جميع، سواء كان من خطط أو من تستر أو أمر بذلك أو حتى من لديه علم بهذه المعلومات ولم يدلي بها. فالكل سواء كان عسكري منفذ أو سياسي أو نحوه، الكل مسؤولين عن هذه الجرائم. كيف ترون دكتور ردة فعل مجلس محافظة الأنبار على هذه المقابر؟ يعني للأسف لا يزال هنالك تعاون مستمر بين هذه الأجهزة كما قلنا، مجلس المحلي والمحافظة وغيرها. لا يزال هنالك تستر كبير، لأنه للكثير من هؤلاء كانت يد المشاركة والتعاون بينهم وبين هذه الأجهزة الأمنية والميليشياوية. ولا ننسى أن العديد من هؤلاء قد في حينها قد شارك بتلك الحرب والتي سماها في حينها حرب تحرير. لذا نحن نحمل المسؤولية هنا ليس فقط لهذه الميليشيات، وإنما للجميع ولكل من بارك تلك الحرب
في حينها أو تستر عليها أو سكت على هؤلاء المجرمين وعلى ولم يطالب بدماء أو بالكشف عن هؤلاء المغيبين طيلة السنوات. دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.